أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري حلو عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما أفهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما. آمين. اجعل تفرقنا سالما موفقا من الشر المعصوم. آمين. اللهم يا رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرما. آمين. اللهم يا رب استرنا فوق الأرض. آمين. اللهم يا رب استرنا تحت الأرض. آمين. اللهم يا رب استرنا يوم العرض. آمين. اللهم يا رب بارك لنا في شيخنا. آمين. اللهم يا رب أفني أسماءنا في اسمه. آمين. ورسومنا في رسمه. آمين. وذواتنا في ذاته. آمين. بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، استرسالا للدرس الماضي حول سنن الصلاة، نتابع إن شاء الله في متن سيدنا ابن عاشر الذي يقول فيه: وسمع الله لمن حمده في الرفع والركوع أورده، الفذ والإمام هذا أكدا، والباقي كالمندوب في الحكم بدا، إقامة سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين، إنصات مقتد بجهر ثم رد على الإمام واليسار وأحد به، وزائد سكون حضور سترة غير مقتد خاف المرور، جهر السلام كلم التشهد، وأن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. فقلنا أن سنن الصلاة أو سنن الصلاة كثيرة، وكنا قد ذكرنا 9 سنن، وهي قراءة الصورة والجهر والسر بالمحل والتشهد الأول والثاني والجلوس للتشهد الأول والثاني وكل تكبيرة ما عدا تكبيرة الإحرام، وكذا سمع الله لمن حمده. فهذه 10 سنن فقهاء المالكية أو في الميارة الصغرى حددها بأنها سنن مؤكدة. ما معنى سنن مؤكدة؟ أي أنها يسجد لها سجود السهو من نسي، أي من نقص أو زاد فيها، فيسجد لها سجود السهو. فالجهر والسر، فمن أسر في الجهر أو جهر في السر فيسجد سجود السهو، لأن الجهر في السر أو السر في الجهر فيسجد له، لأنه من السنن المؤكدة. كذلك تكبيرة الإحرام، من نسى 3 تكبيرات تكبيرات من غير تكبيرة الإحرام، فمن نسى 3 تكبيرات فيلزمه سجود السهو. فهذه السنن 10 هي سنن مؤكدة. أما السنن الباقية فقال فيها سيدنا ابن عاشر: والباقي كالمندوب في الحكم بدا. كالمندوب، فليست مندوبة، هي سنة ولكنها جاءت من باب كأنها مندوبة، فلا يسجد لها سجود السهو، وهي إقامة الصلاة. فإقامة الصلاة سنة، ويقام لها جهرا، وبالنسبة للنساء تقيمن الصلاة سرا، فإقامة الصلاة سنة. ثم السجود على صفة اليدين والركبتين، وهي كما قيل على 7 أعظم، هذه الطريقة في السجود هي سنة أيضا، فيسجد على اليدين وعلى الجبهة والأنف والركبتين، وأن يكون باطن الأصابع في متوجها إلى القبلة، فهذا السجود هو أيضا سنة، يعني هذه الصفة في السجود. ثم الإنصات للمقتدي، أي الإنصات للإمام، هو أيضا سنة. ثم رد السلام على الإمام
سنة بأن يقول الإمام السلام عليكم، فأنت ترد السلام، سلامك هو رد للسلام على الإمام، ثم رد السلام على اليسار إن كان على يسارك أحد، فإن لم يكن أحد فلا يرد السلام. فهذا فرد السلام على اليسار إن كان بجانبك أحد. ثم الزائد على الطمأنينة، قلنا أن الطمأنينة هي فرض من فرائض الصلاة، الطمأنينة، ولكن الزيادة في الطمأنينة والمبالغة في الطمأنينة هي سنة من سنن الصلاة. فلا يصلي الإنسان وهو منشغل بشيء أو متشاغل بشيء في ذهنه أو في قلبه، فإذا صلى متشاغلا فيصعب عليه أن يصلي بطمأنينة، فيلزمه أن يكون خالي الذهن خالي القلب مما سوى الله، فبذلك تحصل الطمأنينة ويزيد على الطمأنينة شيء من باب سد الذرائع. فالزائد على الطمأنينة هو سنة من سنن الصلاة. ثم السترة، وهي ما يوضع بين الإمام وبين القبلة إذا كان هناك ممر، وهذه السترة يلزمها خمس شروط: أن تكون حلالا، أن تكون ظاهرة أو طاهرة ثابتة فيكون سمكها سمك رمح ومقدار ارتفاعها مقدار ذراع، ولا يكون بها تشاغل أو فتنة للمصلي. فهكذا يعني اشترط سادة الفقهاء ما يكون في السترة، وهي تكون للإمام وللفذ لا للمأموم. ثم من غير السترة الجهر بالسلام، والجهر بلفظ السلام عليكم يكون للإمام وللمأموم وللفذ. ثم لفظ التشهد، فقلنا أن التشهد سنة مؤكدة وجلوس له، ولكن لفظ التشهد بتلك الألفاظ الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، تحيات لله الزكيات لله، هو سنة. ثم الصلاة على النبي في التشهد الأخير، وهي المعروفة بالصلاة الإبراهيمية، هي أيضا سنة من سنن الصلاة. ثم الأذان للجماعة الذين أو الذين يطلبون غيرهم كذلك فهو سنة ومن سنن الصلاة. أيضا عند المالكية هو القصر في الصلاة الرباعية، فهذه السنن هي التي تحدث عنها سيدنا عبد الواحد بن عاشر في متنه، وهي بالعد 22 سنة. فكما قلنا أن فرائض الصلاة 16، فسنن الصلاة عند سيدنا عبد الواحد بن عاشر على سبيل الحصر في العد 22 سنة. هذا من حيث ظاهرها، أما من حيث تفسير معناها الباطني فوقفنا عند سمع الله لمن حمده، وهو في الباطن عند أهل الحق باب من أبواب الشكر، لقوله عز وجل إن شكرتم لأزيدنكم، وقول الإمام، والإمام هو الشيخ للمأموم سمع الله لمن حمده، دليل على قبول فناء أفعال المريد في أفعال الحق، فهي إشارة من الشيخ للمريد بأنه قد انمحقت أفعاله في أفعال الحق عز وجل فلم يعد يرى فعلا له، لقول إمامه له على لفظ الإشارة سمع الله لمن حمده. فعند ذلك يقول المريد وهو المأموم: اللهم لك الحمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فيحمد الحق عز وجل على قبول فنائه ألا وهو الركوع، وقلنا الركوع هو الفناء في الأفعال.
ثم إقامة الصلاة. إقامة الصلاة أيضا هي سنة من سنن الصلاة في الظاهر، وفي الباطن إقامة الصلاة أي إقامة الأسباب التي تقوم بها هذه الصلة. فللمتسبب يجب أن يكون مكفي الرزق له ولعياله، حتى إذا أراد الدخول في الفناء في الله من باب الخلوة على يد شيخ واصل، فلا يكون مشغول البال برزقه. فهذا هو إقامة الصلاة أي إقامة الأسباب التي تقوم بها هذه الصلة بين العبد وربه. فإن كان متجردا فذلك خير على خير. ثم صفة السجود، والتي هي على سبعة أعظم، أي السجود يكون بعد الفناء في الصفات السبع التي تحدثنا عنها في الوضوء، في فرائض الوضوء. قلنا أن المتوضئ للصلاة، لأن الوضوء فرائضه سبع، فهي الفناء في تلك السبع صفات. فهنا ينمحق المريد فيها بشكل سجوده. ثم الإنصات للإمام، أي عدم مخالفة الإمام في شيء. والإنصات هو قمة الاستماع، لذلك قال الله عز وجل إذا قرئ القرآن فاستمعوا له، فكان الاستماع وكأنه شرط، فاستمعوا له. ثم زاد قال وقال وأنصتوا لعلكم ترحمون، فبان أن الاستماع غير الإنصات. فالاستماع يكون على شكل يعني الإنسان يسترسل، فالأذن منطلقة في ذبذباتها تستمع أي كلام، ولكن الإنصات هو أن الإنسان يركز ويتدبر ما يستمع، فينصت لشيخه ويتدبر أقواله ويتبين الإشارات والمعاني. فقلما يصارح الشيخ المريد في الأشياء، وإنما يعطيها له إشارات ورموز يجب أن يلتقطها المريد من فم شيخه. فهذا هو الإنصات. ثم رد السلام، رد السلام على الإمام أي الأدب مع الشيخ. فيلزم المريد الأدب الجم مع شيخه، فلا يخالفه في شيء لا ظاهرا ولا باطنا ولا حتى بالفكر. ثم الزائد على الطمأنينة، والطمأنينة كناية عن السكون، والسكون كناية عن الفناء. فكما قلنا أن الطمأنينة أو الفناء فرض من فرائض الصلاة، فالزائد على هذا الفناء أي فناء الفناء هو أيضا سنة من سنن الصلاة. ثم السترة، والسترة تكون للإمام أو الفذ، أي الشيخ الظاهر أو الشيخ الذي في صفة البطون، فهذا الذي تلزمه سترة يستتر بها حتى يحجب عن الخلق علو مقامه. فيلزمه سترة بشرية كالأكل الطعام والمشي في الأسواق، وهي فتنة للعامة. لذلك نكر العامة على الأولياء، كما نكر في القدم الناس على الأنبياء، فقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فهذه السترة من الصفات البشرية هي التي جعلت الناس لا يطلعون على سر الخصوصية. ثم من بعد السترة الجهر بالسلام، وهو الكناية عن الدعوة. فمن كانت له يعني كانت له فناء قوي في حضرة الحق عز وجل، وكان له إذن من حضرة الله وحضرة رسوله، فيلزمه
الجهر بالدعوة، وهو في الصلاة الجهر بالسلام، فيجهر للخلق بما عنده على حسب عقولهم. ثم لفظ التشهد، فيجهر بالسلام على بعض لفظ التشهد. والتشهد قلنا هو المشاهدة، فما يجهر في الدعوة إلا بما شاهد، فلا تكون الدعوة على بصر وعلى قراءة، وإنما كما قال سيدنا يوسف عليه السلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فما قال على بصر، فلا يكون الدعاء على البصر اتكالا على البصر من قراءة الكتب، وإنما تكون الدعوة على البصيرة، والبصيرة هي عين القلب، وعين القلب ترى ما وراء السطور، ترى الغيب، فهي المشاهدة، فيكون هذا الجهر بالدعوة على أساس المشاهدة. ثم الأذان، وهو الجهر بالدعوة التامة، وهي تكون للفرض الذي يبعث على رأس كل 100 سنة يجدد لهذه الأمة دينها. لذلك كانت إشارة الرسول عليه الصلاة والسلام عند تمام الأذان كان يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة. فالأذان هو تلك الدعوة التامة التي لا تأتي إلا كل 100 سنة، فمن حصلها فقد حصل الخير كله. فيلزم على من كان مؤتما بذلك الإمام في ذلك الوقت أن يجهر بالدعوة جهرا تاما، فيكون له الأذان، وهو دعوة الغير إلى الصلاة معه اقتداء بهذا الإمام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. اللهم يا رب اجعلنا منهم. اللهم يا رب احشرنا معهم. اللهم يا رب ارضهم عنا بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.